النهارده. طيب الشناوي كمان كان ليه بعض التصريحات المهمه جدا، تعالوا نشوف الشناوي قال ايه ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. ان شاء الله اللعيبه كلها مركزه في المباراه وعارفه قيمه الوداد كويس جدا، واحنا محترمينهم كويس جدا، واحنا هنا بقالنا فتره 4 ايام عشان نجهز المباراه، ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونرجع بالبطوله ان شاء الله. اكيد طبعا كل العالم اتفرج على المباراه بتاعت امبارح اكيد، واكيد يعني بالنسبه لي انا زعلان جدا عشان طبعا صلاح ان هو خسر امبارح، بس ان شاء الله اللي جاي لي احسن. اكيد احنا لما بنيجي نحضر لاي فرقه اكيد بناخد نتفرج على كل المواقف بتاعه الفرقه بتاعه يعني الخاص الجهه الفنيه يعني، واكيد بنتفرج عليهم كويس. احنا ما بندورش على بنشوف ايه القوه بتاعه الفريق وضعف الفريق، بس الحقيقه يعني ان شاء الله الفرقه كلها تبقى مركزه واحنا محضرين المباراه كويس جدا، واللعيبه عارفه ان شاء الله اهميه المباراه، واكيد بكره ان شاء الله يبقى التوفيق معانا وان شاء الله نرجع البطوله ان شاء الله. سيبنا الوداد مرتين بدون جمهور ايام الكورونا، دلوقتي احنا بنلعب مع جمهور. النادي الاهلي معروف دايما على طول بيلعب تحت ضغط وتحت جمهور، ما عندوش اي مشكله خالص. احنا لسه كنا قريب موجودين هنا برضه كنا بنلعب تحت جمهور. النادي الاهلي دايما على طول ما عندوش مشكله مع الجمهور خالص، واكيد طبعا نلعب في اي مكان واي اي مع اي فرقه في اي مكان، والنادي الاهلي معروف دايما على طول ان هو بيتحط اي ضغط اي تحت ضغط وهو ما عندوش اي مشكله في الموضوع ده خالص. يعني موضوع الجمهور ان هو يبقى موجود ده اكيد بالنسبه لي يكون حاجه كبيره جدا ان هو يكون موجود ويساندنا، بس اكيد هما برضو روحهم معانا حتى لو مش موجودين هما روحهم معانا، واحنا عارفين قيمه الجمهور بتاعنا كويس جدا، واحنا بنلعب عشان في الاول في الاخر احنا نفرحهم وان شاء الله نرجع لهم بالبطوله، ولو هما مش موجودين وما قدروش يجوا احنا عارفين اهميتهم وعارفين اللعبه كلها عارفه يعني ايه جمهور النادي الاهلي، وعارفين هما رقم واحد بالنسبه لنا وهم عارفين اللي البطوله دي هم بالنسبه لهم، وان شاء الله نرجع لهم البطوله ان شاء الله. انا يعني حاول افهم السؤال بس تمام يعني اكيد خلاص يعني دي او في الاخر كوره تمام، احنا بنعمل اللي علينا في الملعب ودي الكوره دايما موجوده يعني خساره ومكسب، احنا اهم حاجه احنا عندنا مباراه بكره مهمه جدا مهمه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للجمهور كله، احنا اهم حاجه مركزين بكره، واهم حاجه احنا حاطين هدف بتاعنا من اول ماتش لعبناه خالص في المجموعات من اول دور ال 32 لغايه النهارده، وصلنا النهارده اللعيبه عارفه يعني اهميه البطوله ومركزه جدا، واحنا محضرين المباراه كويس جدا مع الجهاز الفني، واحنا هنلاعب فريق قوي بكره وعامل له احترام كبير جدا، عشان كده ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله يبقى معاها التوفيق بكره وان شاء الله نرجع بالمباراه يعني. والله العظيم يا جماعه بدون مبالغه اي فريق في الدنيا شايف اي فريق، شوف فيه كام فريق بيلعب كوره في العالم كله، يتمنى يكون عنده شخصيه زي شخصيه الشناوي. قائد بمعنى الكلمه. لما بتشوفوا الشناوي ما بيهزرش، ما تعرف بقى هو سواء بقى ما بيعرفش يهزر او هو شخصيته كده، هو ما بيهزرش، راجل جدي قوي، راجل متحمل المسؤوليه جدا جدا. اللي قرب منه وشافه في المعسكرات وفي الماتشات وكلام من ده، لا شخصيه مسؤوله، شخصيه قياديه، وده المطلوب قوي قوي في الفرق الكبيره اللي زي النادي الاهلي طبعا. فاي فريق في الدنيا يتمنى واحد زي الشناوي. التصريحات كلها متزنه، التصريحات كلها مميزه جدا، وان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر ان هو يكون موفق ويلعب مباراه كبيره، وعندنا ثقه قوي 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 في الفرقه وفي اللعيبه في الجهاز الفني في كل حاجه مجلس اداره كمان كله هناك. الامور يا جماعه جيده الحمد لله، ان شاء الله تكمل على خير. تعالوا نشوف